الهروب إلى الانتصار هو الخيار الأخير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة شبوة. فبدلاً من أن يظل الجميع ينتظر مغادرة الميليشيا هذه الأرض التي تتعرض للقصف والحريق، يجب أن يواصل ما بدأه الساعات الماضية من مهمة التحرير حتى النهاية. فالدور الحقيقي يقتضي الآن لا غداً تخليص المحافظة كاملة من الميليشيا، وليس فقط مديرية عسيلان التي تدور فيها المعارك بعد هجوم مباغت للمتمردين تحدث عنها قائد اللواء 19 مشاة العميد مسفر الحارثي بشكل مفصل. إن شاء الله بإذن الله في الساعات القادمة ستكون هناك تطورات أخرى. لن نتوقف بعد هجوم اليوم من العدو، لن نتوقف، سنواصل الهجوم إلى الأمام إن شاء الله. ضربة موجعة إذا تلقتها الميليشيا في هذه الجبهة. بحسب مصادر أن 28 من عناصر الميليشيا و20 من الجيش سقطوا أثناء القتال، بينما استعاد الجيش الوطني مواقع عدة من قبضة الميليشيا. في هذه الأثناء أيضا استشهد الصحفي الذي كان يغطي المعارك في الجبهة عبد الله عزيزان. وتعد محافظة شبوة آخر المحافظات الجنوبية التي يحتفظ فيها المتمردون الحوثيون بمناطق يتواجدون فيها، وهو ما يجعلهم يكثفون من هجماتهم ضد المساكن ومواقع الجيش والمقاومة، ما يدفع بالجيش الوطني خوض قتال معهم من فترة إلى أخرى في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار منذ شهر ونصف تقريباً.